ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Welcome to e-Ilm. Assalamu alaikum Maryam. This is your plan. We'll continue reciting and memorize Surah Al-Ma'un, and we'll continue as usual. You are very good in reciting, so let's try to finish it. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سيزون مريم إن شاء الله. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله.